سفراء رافد، شركاء النجاح. ما هي منظومة التعلم رافد؟ هي منظومة تعليمية تم تطويعها وموائمة جميع أدوات التعلم الإلكتروني فيها، إضافة إلى التجهيزات التعليمية الأخرى، من أجل أن تكون رافداً لأعضاء هيئة التدريس في تقديم المحتوى التعليمي، بحيث تكون بيئة حاضنة لجميع عمليات التعليم والتعلم بالجامعة. من هم سفراء رافد؟ سفراء رافد هم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس تم ترشيحهم من قبل كلياتهم لتطوير وتدريس المقررات الإلكترونية خلال الفصول السابقة. أثناء جائحة كورونا قاموا بتقديم دعم لا متناهي، وبفضل من الله كانوا موجودين في جميع كليات الجامعة، وكان لهم فضل كبير بعد الله في نجاح استمرار العملية التعليمية. وقد بلغ عدد سفراء رافد النشطين 75 سفيراً على مستوى الجامعة، وبلغ عدد الأنشطة 210 أنشطة استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة وعضو هيئة تدريس، بإجمالي عدد ساعات تجاوز 1000 ساعة عمل. وقد شكرهم معالي رئيس الجامعة في لقاء اختتام أعمال التعلم الإلكتروني بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي 1441 بكلمات ضافية، حيث قال: ولعلي أختم حقيقة بشكر خاص لسفراء رافد من أعضاء التدريس وأيضا من الطلاب. أعضاء التدريس حتى بذلوا جهود كبيرة، وهم كانوا أيضا ساعد ورافد جدا في كليات. دكتور حسن قال مثالا واحدا، أحدهم يعني يذهب إلى جاره ليقدم له الخدمة، فأعتقد يعني أعظم من هذا الخدمة نقل العلم والمعرفة بحد ذاته يعني شرف عظيم. فشكر تقدير لكل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الكبير. لا أجد نفسي إلا أكرر التحيات والتقدير للجميع. وقد شكرهم أيضا سعادة عميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في نفس اللقاء، حيث قال: مكننا مجموعة من السفراء في جميع أقسام وكليات الجامعة، عمداء الكليات، نشكرهم لتمكينهم ونشكرهم للاستفادة منهم ونشكرهم أيضا لتفعيلهم، بحيث أنه فعلا كان الترانزيشن في الكليات بفضل الله سبحانه وتعالى مشى بكل سلاسة. الكليات عملت عمل جبار خلال هذه الفترة، شكرا لهم، الله يعطيهم العافية. لهذا ندعوكم إخواني وأخواتي سفراء رافد لاستكمال نجاحاتكم في دعم العملية التعليمية وتطويرها بالجامعة، ودمتم للعلم روافد، وبإذن الله القادم أجمل بكم ومعكم.